نروح لوزارة الشباب شوية معاكم ونشوف بقى أجازة الصيف أخبارها إيه، وإيه الأنشطة اللي بتقدمها وزارة الشباب للشباب من خلال بقى المبادرات المختلفة. عندنا أكتر من مبادرة بتعملهم عفوا بتتبناهم وزارة الشباب، منهم استثمر وقتك، منهم غير وطور، يعني عارفين يعني بعض التفاصيل كده، لكن خلونا نقترب من التفاصيل اكتر من دكتور محمد فوزي متحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. دكتور محمد صباح الخير. استاذه هبه وعلى كل الساده المشاهدين تحياتي لكم. اخبار الشباب ايه واخبار الرحلات ايه؟ انا عارفه ان في كمان دلوقتي معمول رحلات صيفيه سياحيه، وعارفه ضمن مبادره اعرف بلدك، عايزين بقى نغوص كده في اطار المبادرات دي ونعرف منك التفاصيل سريعا. احنا هنتكلم عن كل الرحلات وهنختار نموذج نتكلم عنه باستفاضه شويه علشان وقت الساده المشاهدين وقتكم. يمكن وزاره الشباب والرياضه بتطلع رحلات لكل حته في مصر، مش مدينه واحده بعينها، سواء في الصيف او في الشتاء. دائما وابدا وزاره الشباب والرياضه موجوده مع الشباب في كل مكان. نعم. لو اتكلمنا عن رحلات اعرف بلدك واللي بننفذها في الصيف، هنتكلم مثلا عن محافظه مطروح واللي بتبدا في الفتره من 5 حتى 8 او من 5 حتى 10 8 2022، ودي الرحله المفروض اللي هتنطلق الشهر القادم. تمام؟ بنستهدف عدد من المحافظات زي محافظه دمياط وبورسعيد والسويس. الفوق بيبقى 4 ليالي بخلاف الذهاب والعوده، بنختار المرحله العمريه من 18 حتى 40 سنه. نعم. قيمه الاشتراك بتكون 1000 جنيه، هي تعتبر طبعا مدعمه لان في اقامه واعاشه في احد القرى الهامه جدا واللي مميزه زي قريه خليج. وكمان الاستقبال بيكون على افطار اليوم الاول والمغادره عقب العشاء في اليوم الاخير. طبعا بيبقى في رابط موجود على موقع وزاره الشباب والرياضه او بوابه مصر الشباب والرياضه. أيوة. واللي من خلالها بيبقى في كل الضوابط والمعايير اللي المفروض بيتم اتخاذها قبل الاشتراك. طبعا الشخص بيتوجه في 9 صباحا او الفرد اللي هو هيشترك في الرحله من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 1 الظهر للمقاربه مديريه الشباب والرياضه التابع ليها، مع احضار اصل وصوره بطاقه الرقم القومي وقيمه الاشتراك. الاولويه والاسبقيه طبعا للدفع داخل مديريات الشباب والرياضه، وكمان بيبقى ممنوع نهائيا اصطحاب الاطفال او الاسر او الحيوانات الاليفه، يعني هي للشباب. يمنع ايضا التبديل نهائيا او استرداد، يعني ما ينفعش اسره كامله تطلع. لا احنا عاملين لهم رحلات مخصصه. طبعا ممنوع نهائيا التبديل او استرداد المبلغ، احنا بنقول الشروط على الهواء اهوت عشان كله يسمعنا. ممنوع طبعا التدخين نهائيا، ممنوع. كمان في اماكن الاقامه ووسائل الانتقالات والمزارات السياحيه، في حاله عدم صحه البيانات اللي تم ادخالها او مخالفه تعليمات هيئه الاشراف او ظهور مخالفات وقضايا امنيه، بيتم مغادره المشارك فورا دون استرداد اي مبالغ ماليه. كمان بيتحمل المشاركون قيمه البرنامج السياحي. التجمع بيكون الساعه 1 صباحا الفجر، ده هيكون على الرحله القادمه ان شاء الله 5 8 من امام مديريات الشباب والرياضه للمحافظات المشاركه في حاله اكتمال العدد، وده شيء هام جدا. كمان بنزور بقى الشواطئ اللي بنزورها في مرسى مطروح، بيبقى الشواطئ بتبقى اعلى الشواطئ اللي موجوده. يعني هي تعتبر رحله متكامله يا دكتور محمد مش كده؟ متكامله بشكل كامل، يعني حضرتك بتروح تدفع اشتراكك. ده اللي هو خاص بمبادره اعرف بلدك. ده خاص بمبادره اعرف بلدك، وخدنا نموذج لمرسى مطروح. تمام. طيب هو وزاره الشباب والرياضه زي انت بتقولي بتعمل عدد كبير جدا من المباريات. طب اديني فكره سريعا بس عشان وقتنا، في استثمر وقتك؟ استثمر وقتك بقى، ده في اكتر من حاجه في استثمر وقتك، وفي حاجات مهمه ضمن فعاليات تطور وغير خاصه بتحديد المسارات الدراسيه الملائمه للطلاب الثانويه العامه تحت عنوان اخيرا خلصنا. أخيراً خلصنا يمكن انطلقت من يوم 27 الساعه 8 مساء للدعايه والتعريف بمسارات الثانويه العامه ضمن استثمر وقتك في الصيف، بالاضافه لتنفيذ ورش عمل تحت عنوان اخيرا خلصنا زي ما قلنا في جميع محافظات الجمهوريه، واللي هتنطلق يوم الاحد القادم 31 يوليو. ورش عمل لايه؟ اديني توبكس كده سريعه يا دكتور. الورش العمل اللي بتتم او بيبقى من خلالها بيتم تحديد التعريف بمبادره تطور وغير، الرساله الخاصه بيها ورؤيتها،
اللي كمان الخدمات اللي احنا هنقدمها، وبناخد جلسات تعريفيه بالشباب وبنقسمهم لمجموعات حسب التخصصات سواء ادبي او علم رياضه او علم علوم. دكتور محمد انا بشكرك، ودايما الحديث بقيه، واكيد المبادرات عندكم لا تنتهي، والحديث عندها ممتع جدا. بشكرك شكرا جزيلا على المداخله.